اهلا بيكم، لسه موجودين معاكم في قمه المناخ كوب 27 هنا في شرم الشيخ لليوم الثاني على التوالي. ويعني بتسعد القمه انها بتستضيف مجموعه كبيره من الفنانين والمؤثرين حول العالم، من هؤلاء الفنانين اللي الحقيقه يعني لمع خلال الفتره الاخيره وتواجده كمان زاد داخل المجتمع المصري، واصلا كان موجود في المجتمع العالمي بشكل كبير. فنان امير المصري، اهلا بيك يا امير. اهلا بيك ومسي جدا على الاستضافه. تواجدك في كوب 27 ورسالتك للشباب من كوب 27. انا بالنسبه لي انا بهتم بالحاجات الانسانيه. انا كنت عامل فيلم من سنتين اسمه ليمبو، بيتكلم عن اللاجئين. ناس كتير فاكرين ان اللاجئين اصلا هربانين من الحرب. لا، كمان في هربانين من التهجير نتيجه لمشاكل بيئيه مثلا حصلت زي ما حصل في باكستان. صحيح. فبس انا مهتم وكمان فخور ان السنه دي برضو في مصر في شرم الشيخ، فهي مسؤولية عليا كممثل. شايف الانعكاس ده عالميا ايه وانت بتلف يعني دول كتير؟ احنا كمصر من اهم الدول في افريقيا، فان احنا بنوصل رسالة للعالم كله ان احنا مهتمين بالقضية دي حاجة مهمة جدا، ستيب مهم لمصر. وانا شايف طاقة ايجابية جدا. انا كمان سفير للامم المتحده لمؤتمر اسمه شباب بلد، بندعم الشباب من 10 ل 24 سنه يشتغلوا يا اما في قطاع خاص او عام. بس كميه الشباب اللي مهتمين بالمناخ، انا كنت متفاجئ. حاسس ان في حاله من الوعي حاصله في المجتمع الشبابي بالقضايا المناخيه والتغيرات المناخيه، مع كمان الكوارث البيئيه اللي حصلت يعني عالميا بسبب التغيرات المناخيه. كان في كرفان كان بيلف حوالين 26 محافظه واتكلموا مع حوالي 10,000 شاب، وكان في كان في استجاب للموضوع، كان في وعي للمؤتمر المناخ كمان. فانا شايف ان ده ستيب كويس للانجاز. برضو احنا كل سنه بيبقى في كوب وبيبقى في وعد، بس مش بيحصل، ما فيش حاجه بتحصل. قضيه التمويل هنا بقى تقصد انه الدول المؤثره يعني تمول الدول المتاثره؟ بالظبط بالظبط. طيب شايف ازاي الفن يقدر انه يوصل الرساله دي لكل المجتمعات، وخصوصا انه الفنون لغه واحده يعني بتوصل لقلب الناس بسهولة؟ فلما نتكلم عن قضايا مهمة محتاجين ان احنا نزود وعي الناس بيها، الفن هنا بتكون أداة قوية ومؤثرة وفاعلة للناس. انا شايف القوة الناعمة بتوصل الرسالة اسرع وبشكل يعني اهدى شوية، تخلي الناس ما يخافوش من الموضوع. احنا لسه عاملين فيلم للكوب 27، فيلم الاوفيشال فيلم للمؤتمر. كل الاحداث اللي بتحصل في الفيلم حقيقيه. فبندي شويه شوك، بنخد الناس شويه ان ده بيحصل، لكن بنوصل رساله ايجابيه ان لو اتجمعنا مع بعض احنا ممكن نوصل لنتيجه كويسه. وانا شايف اوريدي في اورجنايزيشنز كتير قوي في مصر اوريدي مهتمين بالمناخ. عندنا مثلا فيري نايل، وعندنا جرينش، وبرده جرين بيس، و وكمان الامم المتحده برضو. كان عندك تور النهارده، عملت فيها ايه؟ تفاصيلها ايه في الجرين زون؟ كنا في الجرين زون، كنا بنتفرج على كل الحاجات الفن الريسايكلبل، فده شيء يعني يشجع برضو. شفت شرم الشيخ، التغيير اللي حصل في شرم الشيخ من ساعه ما نزلت من الطياره، الاهتمام اللي حاصل، وان هم استقبلوا ضيوف ازاي وتسكنهم في الفنادق، مساله التحول لمدينه خضراء، ودي كانت يعني وراها مجهودات كبيره جدا اتعملت في شرم الشيخ، تاكسي جوه كاميرا، كل التفاصيل اللي حصلت عشان المدينه تكون مدينه صديقه للبيئه، شفت ده ازاي؟ احنا منظمين من بدري. انا شفت ده اصلا، شفت كلام من يناير، من وقت الورلد يوث فورم، مؤتمر الشباب. صحيح، مؤتمر الشباب. انت حاسس ازاي ده ممكن يعمل تغيير؟ يعني الناس ممكن ازاي يوصل لها مساله الاهتمام بقضايا المناخ، انه لانه الانسان وتعاملاته اليوميه بتاثر على البيئه. بالظبط، ما احنا عايزين نقرب الناس للموضوع، ما نحسسهمش ان طب وانا مالي بالمناخ، ازاي انا اقدر اثر على حاجه، على كارثه بتحصل في باكستان. لا طبعا، احنا الخطوات بتحصل من البيت، فازاي احنا بنستخدم البلاستيك والكهرباء والمواصلات مثلا، ازاي نقدر نتجمع مع بعض.
في حاجه مثلا في امريكا اسمها كار بولينج، ان مثلا لما بتستخدم اوبر مثلا بيبقى في كار شيرنج، ان لو كذا حد واخد نفس الطريق يروحوا بنفس زي حاجه زي كده. طيب عايز اتكلم معاك عن اعمالك الفنيه بقى مؤخرا، احنا شايفين مجنونه بيك وهاشتاج جوزني، ويعني تفاعل كبير من الناس بيه، الف الف مبروك طبعا على الله يبارك فيك. وعايزك تقول لي التفاصيل بقى، يعني انت كمان لسه راجع من السعوديه انا عارفه، كان عندك جدا حاجه هناك، فقول لي اخر اعمالك الفنيه ايه ولو بتصور حاجه جديده دلوقتي. فالفيلم هاشتاج جوزني لسه نازل في السينمات، والحمد لله رد فعل الناس ايجابي جدا، الناس عايزين ينبسطوا، الناس عايزين يتفرجوا على فيلم لايت رومانسي بيضحك، ومين مش بيحب الحب ولا ايه؟ فلا مبسوط قوي برد فعل الناس. رحنا جده برضه للبريمير هناك، والناس كانوا مبسوطين جدا، وعندنا مهتم انت بانك تكون موجود يعني طبعا، ما هو ده بيفيد المصري والعربي اكتر من زمان، كمان دلوقتي انت متواجد بشكل كبير. اكيد انا بحب التمثيل عامه، بس انا بحب اهتم بالشغل اللي هيساعدني في الحاجات زي دي اللي احنا بنتكلم فيها. انا مبسوط ان انا هنا، مبسوط ان مع حضرتك دلوقتي بنتكلم على حاجات مهمه جدا، فلا ان شاء الله اللي جاي بقى احسن. رساله ليك بقى من لشباب العالم من قطر مثلا. شباب العالم اتمنى لو انتوا موجودين هنا نبقى مع بعض، نشارك مع بعض، نتعلم ونستفيد من بعض، وان شاء الله السنه دي الكوب في مصر هيبقى الانجاز مش بس الوعد. صحيح، نشكرك شكرا جزيلا يا امير، اتبسطنا ان انت كنت موجود معانا، ودايما نشوفك في فعاليات مهمه زي كوب 27 وغيره، ودايما تكون مع الشباب، ويعني تتكلم بلسانهم سواء احنا بنتكلم جوه مصر وبره مصر، لانه لما بيكون عندنا كوادر قدرت توصل للعالميه دي حاجه مهمه جدا جدا، كوادر مصريه عالميه. احنا بنشكرك شكرا جزيلا. ميرسي قوي. شكرا جزيلا.